مرحبا. سافا، منين انت؟ اش تعمل في الدنيا؟ هذا هما الاسئله اللي ديما نسالوهم كي نقابلوا انسان جديد اول مره، وبعد ما نسالوهم نقعدوا ساكتين وملاقاو ما نقولوا. هذاك على الفيديو نتاع اليوم باش نعطيكم اسئله باش تعوضوا بين الاسئله اللي كنا نحكيو عليهم، وتخلي المحادثه مع الانسان باش تقابله اول مره تكون مفتوحه وتكون سهله. دونك تبعني فازت المونتاليست، تو نقول لك كيفاه. احنا كي نقابلوا انسان اول مره ديما باش نلوجوا على حاجات اون كومون، معناتها لي بوان كومون بيناتنا. هذاك اللي سال الاخرين ما عندنا محددنا معنا، خاطر جينيرالمون لكش تلقاه فرد خدمتي وياه وماكمش اسمه فرد بلاصه. مثلا نجي نعطيكم اكزومبل تاع اسئله، تقول له مثلا انت في الويكاند ولا نهار ما تخدمش فيه شنو تعمل؟ بالسؤال هذا نجي نعرف عليه برشا حاجات. اسكو هو مثلا يحب نهار راح نتا يقعد مع عائلته، ولا انسان صاحب جو يحب يخرج مع اصحابه ويتفرهد. سؤال واحد ياخذ نجي نساله على بلاد ولا بلاصه يحب يمشي لها، وتقول له علاش تحب البلاصه هذيا بالذات، ولهنا باش يبدا يحكي لك ويفسر لك. سؤال واحد ياخذ نجي نساله مثلا شنو هي على السري عندك، شنو هي على فين فرجت فيه، نوع تاع الموسيقى اللي تحبها. مثلا تنجم تسلو سؤال واحد اخر، قول له مثلا كان الفلوس ما جاتش مشكله، شنو هي البروجي نتاعك وشنو الحاجات تحب تعملهم؟ بالسؤال هذا تنجم تعرف هو افكاره وشنو هي الحاجات اللي يحبهم والبروجي نتاعو. وكان لاحظت ثم حاجه مهمه على الاخر، انه اغلبيه الاسئله هذوما ماهوش اسئله شخصيه انه تخلي العبد ما يجاوبش، واهم حاجه اللي هما يحكيوا على الحاجه اللي يحبها الانسان هذاك. وهذوما اسئله خير برشا من الاسئله نتاع منين انت وش تعمل في الدنيا. وكالعاده كان عجبتكم الفيديو ما تنساوش تعملوا جيم وفولو. كان معكم فيصل المونتاليست، ما تلقانا ان شاء الله فيديو واحد اخرى. باي باي، تشاو تشاو.